شهدت النسخة الخامسة من معرض الكتاب ببورسعيد الاحتفاء بالفنان الراحل محمود ياسين، وذلك من خلال ندوة للحديث عن النجم الراحل وحياته. أقيمت الندوة بحضور عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل محمود ياسين الذين أكدوا سعادتهم بالحدث. ويستمر المعرض على مدار 10 أيام بمشاركة أكثر من 60 عارضا، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والفنية التي يضمها المعرض. سعيد ان مدينه بورسعيد دايما مدينه حيه ونشطه ولها بصمات فنيه مهمه ولها دور فني مهم، ويمكن هو من اسباب اللي خلت حد زي الاستاذ محمود ياسين فنان هي مدينه بورسعيد. يعني حبه لبورسعيد مش جاي من فراغ، لان هي مدينه يعني انا بعتبرها احدى عواصم الفن في وطننا العربي، وطول عمرها مهتمه بالفن. سعيده جدا إن بورسعيد دايما بتحتفي بيه، ودي مدينته وهو بيحبها طول العمر، وكانت أغلى حاجة عنده، وكان بيفرح قوي لما بيجي يزورها. فكنت دايما بحس إن هو فعلا وجوده هنا ومجيئه هنا شيء، وأي حتة بروحها في حتة في العالم عنده شيء. دي أهم مدينة بالنسبة له، مسقط رأسه، أكتر مكان بيحبه ومرتبط بيه جدا. تكريم الأستاذ محمود ياسين، هو ابن بورسعيد البار المحب لبورسعيد، وبورسعيد نفسها بتبادله نفس الحب ونفس التقدير ونفس الاحترام. ووجوده في كمان ندوة مهمة جدا في معرض الكتاب ده شيء مهم جدا وشيء يساعدنا كلنا. يعني محمود ياسين ده رمز من رموز بورسعيد، كلنا بنحبه، كلنا متمسكين بيه. أقل حاجة إن احنا نقول لعيلته كلها إن احنا فاكرينه. وأول واحد ومحمود ياسين اتعمل له تمثال في المركز الثقافي وشارع من شوارع بورسعيد. مفيش تكريم يوفي قدر الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بس احنا كأولاد بلده يعني نتمنى إن احنا نعمل له حاجة كتخليدا لذكراه، أو إن هي تحسسنا احنا بالرضا. كلنا سعداء جدا بتكريم الفنان، واحنا شرفاء إن هو من بورسعيد أصلا نشرف بده، وفعلا يستحق أكتر من كده بكتير. وإن أهله يتكرموا هنا قليل عليهم جدا جدا، لأن هو عمل كتير لمصر كلها والبورسعيد.